لا يمكن أن نختزل 60 سنة من العطاء في يوم واحد، لكنها عودة إلى الماضي وتفكير في المستقبل. الذكرى 60 لوكالة الأنباء الجزائرية أحيت شيئاً من ذاكرة مؤسسة إعلامية كانت وستبقى ريادية. مناسبة لاستذكار أمجاد من صنعوا مجد الوكالة طيلة 6 عقود. هي محطة ثانية أخرى لكي نقيموا مستوانا، أدائنا، نحاولوا نجعلها ثاني مناسبة للانطلاق نحو تحديات جديدة، تحديات التطوير والتحديث، تحديات ورسم آفاق جديدة. وكالة الأنباء الجزائرية كانت ولا ستزال نموذجا في ممارسة هذه المهنة، حيث أننا تعلمنا الكثير من قواعد المهنة وأخلاقيتها عبر تعاطينا مع شريط وكالة الأنباء الجزائرية ومع الزميلات والزملاء في وكالة الأنباء الجزائرية. وكالة الأنباء الجزائرية أيضا قدمت الشيء الكثير في بناء هذا القطاع، قطاع الإعلام الجزائري. قدمت الشيء الكثير للصحافة المكتوبة، قدمت الشيء الكثير للصحافة السمعية، وأيضا قدمت الشيء الكثير للصحافة السمعية البصرية، ولازالت إلى يومنا هذا المصدر الأول للأخبار في قطاع الإعلام. الاحتفالية كانت مناسبة لتتذكر فيها الوكالة إعلاميها الذين رحلوا في عز العطاء وبقيت وستبقى أسماءهم في ذاكرة الوكالة. نعتز بهذا التكريم من معالي وزير الأول، وحنا يمسنا كثيرا أنا وإخوتي وعائلتي الصغيرة كما نقولوا، ونتمنى النجاح لهذه الشركة، ونتمنى إن شاء الله لما لا نشوف الإعلام الجزائري يتقدم للمراتب الأولى في العالم إن شاء الله. أنا جيت سعيدة اليوم في هذه الاحتفالية الذكرى 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، وصراحة شعرت بواحد الشعور ما نجمش نوصفه، افتخار بزاف صوالح لتكريم الأب تاعي اللي توفى الله يرحمه. 60 سنة لم تغب فيها شمس وكالة الأنباء الجزائرية عن الساحة الإعلامية من خلال تقديم خدمة عمومية متكاملة، والأكيد أن المؤسسة التي بدأت ثورية لا يمكن لها إلا أن تسير على نهج الرعيل الأول في الحفاظ على مصالح البلاد.